وجود ممثلي الأقليات الدينية في البرلمان هو مجرد صورة خادعة، استعراض يمكن النظام من القول نعم إننا نحترمهم وأن لديهم تمثيلا كاملا ويتمتعون بكل الحقوق مثل الآخرين، لكنهم مجرد أبواق لخامنئي وليس لديهم خيار في ذلك، فهم لا يمكنهم المخاطرة بمزيد من الاضطهاد والقمع. كانوا يسمحون للأرمن والآشوريين بإقامة صلواتهم بالفارسية، لكن بعد أن وجدوا أن الكثير من الإيرانيين يحضرون إلى الكنيسة منعوا ذلك وأجبروهم على أداء شعائرهم باللغتين الآشورية والأرمنية. حذفت جريمة الردة من القانون، ومع ذلك لا تزال عقوبتها قائمة على المادة 167 من الدستور التي تمنح القاضي سلطة الاعتماد على مصادر أو فتاوى إسلامية في حالة حدوث فراغ قانوني، وعليه فمن الممكن إصدار أحكام بالإعدام على المتحولين دينيا. أريد أن أصف إيران بكلمة واحدة: الدكتاتورية في كل شيء. لا يمكنك اختيار ما تؤمنين به أو ما تفعلينه، ولا حتى تستطيعين أن تقرري شيئاً لنفسك. عندما تحولت أمي إلى المسيحية، أبلغ عنها أحد أفراد عائلتي لمنظمة تدعى المعلومات. اتصلوا بأمي وطلبوا منها الحضور لمقرهم، وحققوا معها لساعات طويلة في أجواء مرعبة، وقالوا لها: إذا استمريت في ذلك فسوف تسجنين وتعذبين أو حتى تقتلين. منذ طفولتي كان يتم استبعادي من مجموعات الأصدقاء. كان الأهالي يقولون لصغارهم: لا ترافقوا سابا فهي ليست فتاة صالحة وقد تؤثر عليكم سلباً. وهكذا كنت وحيدة جداً كمسيحية في إيران.